يعني ما تنجمش انت تعمل حاجه شعبك اللي انتخبك مش موافق عليه. انت كيف في حاله كيما هكايا نحنا حاتيناك انت تعمل حاجات اللي نحنا نوافق عليها، نجيب العبد اللي نحنا حشتنا به. حاولنا ساعة في وسط العرض نعدوا الجرائم اللي قامت بها المملكة، وعبرنا على رفضنا لزيارة الملك سلمان ولأي قائد من قائدي الدول المجرمة.